كل الشرف ان احنا اليوم نكون موجودين في ورشة عمل خاصة بجائزة بابلز الجميل للتصوير الفوتوغرافي. الجميل ما شاء الله انه عدد المصورين جدا رائع، يعني الحضور كان جدا رائع، يعني حاجة ما شاء الله، وفي توازن ما بين السيدات وما بين الرجال. ان شاء الله يفوز. التحدي دائما ما بين الرجال وما بين السيدات، مين يفوز؟ طيب اول حاجه ما اعرف اذا كان الحضور عندهم فكره عن مسابقه او جائزه بابرز جميل للتصوير الفوتوغرافي، لكن انا حاعطيكم نبذه مختصره عن هذه المسابقه. طبعا بدات في 2010 المسابقه، طبعا المالك الرئيسي لها بابرز جميل، بدات في 2010 وحققت نجاح ما شاء الله بتسجيل 400 مشارك فيها، وكانت مسابقه عامه. في 2011 تم التعاون ما بين بابرز جميل وما بين شركة أجنحة عربية للفنون الجميلة بهدف تطوير المسابقة والأخذ بيدها. بلغ عدد المشاركين العام 900 مشارك، اتخذت خطوط جديدة وفكرة جديدة، فكرة المحاور، بدأت محور أول وطلعت محور ثاني وهكذا. السنة نأمل أنه يكون المسابقة عدد المشاركين فيها يعني كبير إن شاء الله، واتخذنا أيضا شكل آخر لها أنه احنا تحدثنا وخصصناها بالتصوير المفاهيمي، واللي هو بسببه احنا متجمعين اليوم حتى نشرح معنى التصوير المفاهيمي وكيف علاقته، لاني اعرف انه كثيرين اول ما دشنا المسابقه واعلنا عنها طيب تصوير ايوه بس كيف يكون مفاهيمي وايش المقصود وتعقدت. من خلال الورشه اليوم والاجتماع اليوم حنبدا نفسر ما معنى التصوير المفاهيمي او ما علاقه التصوير بالمفاهيميه او كيف تكون الصوره تبعتي صوره مفاهيميه. المنظمون لهذه المسابقه سبق وذكرت ان المالك الرئيسي لهذه المسابقه بابرز جميل، الشريك الاستراتيجي مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعيه، والجميل ان هذه الجهه بتعمل في مجال الفنون، بتدعم الفنون وبتدعم الشباب وبتدعم الشباب السعودي بصفه خاصه في شتى المجالات، سواء كان فوتوغرافي سواء كان تشكيلي، في كل المجالات بتدعمهم. بالاضافه الى شركه اجنحه عربيه للفنون الجميله، وهذه شركه اجنحه عربيه للفنون الجميله ما اعرف اذا احد يعني، لكن احنا الحمد لله عندنا نشاط جدا كبير. رئيس الشركه المهندس محمد بحراوي، وطبعا وانا نائبه رئيس الشركه نجلاء فيلمبان، واللي حتكون ان شاء الله معاكم في اداره الندوه واداره الورشه الموجوده عندنا. نبدا في ضيوف ورشتنا، المهندس محمد بحراوي اللي هو رئيس مجلس اداره شركه اجنحه عربيه للفنون الجميله ورئيس لجنه الاشراف الفني لجائزه باب رزق جميل، ومعانا ايضا الاستاذ والمهندس سعود محجوب عضو في لجنه الاشراف الفني لجائزه باب رزق جميل، فنان تشكيلي وفوتوغرافي قبل كل شيء. طيب تفضلوا دون نبذه عن المسابقه واعرفوا لنا اول حاجه وضحوا لنا المسابقه ما هي مسابقه ابواب الرزق بعد سنة. جائزة باب رزق جميل للتصوير الفوتوغرافي 2012 كده سامعني؟ طبعا المسابقة هي زي ما قلنا للسنة الثالثة، باب رزق جميل ومبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية طرحت الفكرة هذه في 2010، وكان الهدف منها انه نفتح مجال للتصوير الفوتوغرافي، وانه المصور الفوتوغرافي يكون له باب رزق يستفيد منه ويستفيد بالهوايه او الحرفه هذه، ونركز على انه المصور اعماله او مجهوده اللي هو بينجزه ما يروح هباء. طبعا في 2010 المسابقة أخذت دور كويس وعملت صيت جميل، ونتائجها زي ما أنتم شايفين في بعض النتائج اللي موجودة على الجدران وكمان في المبنى. نتيجة النجاح اللي حققته المسابقة
وصلت الى 2011 وبدانا وحصل التعاون ما بين شركه اجنحه عربيه وما بين مبادره عبد اللطيف جميل وبابريز جميل لتطوير المسابقه واستحداث افكار اكثر، لانه المخطط اللي موجود عند بابريز جميل والمبادرات انه نوصل بهذه المسابقه من المحليه للخليجيه للعربيه الى ان تصبح مسابقه عالميه. فطبعا كان لابد انه يحصل تعاون ما بين جهات لها علاقه بالموضوع ومتخصصه. فطبعا السنه اللي فاتت اشتغلنا، عملنا المسابقه، وصل عدد المشاركين اكثر من 900 مصور. طرحنا فكره المحاور، يعني عملناها عمليات تصفيات، يعني تسجلوا 900، سجلوا في محور عام، بعدين لجنه التحكيم جلست فلترت. بعد ما فلترت انطلب منهم محور ثاني وهكذا، رسلوا اعمالهم واستمرينا حتى وصلنا الى المرحله الخامسه. طبعا السنه اللي فاتت كانت اللي حصل على المركز الاول سيده اسمها سمية القحطاني، هي اللي اخذت المركز الاول من الرياض. وطبعا في الكتيب موجود برا لو احد حابب يعرف يشوف العمل. السنه هذه طبعا رجعنا لمفهوم المسابقه والجائزه وكيف نطورها. احنا بنحاول نصعب على نفسنا في الموضوع، لانه اكتشفنا انه المصور السعودي خلاص ما هو مصور سهل. المصور السعودي في جعبته اشياء اكثر من انه يصور بورتريه او بنايه او فكره، عنده افكار اكثر من كده. اكتشفناه انه هو مثقف، سواء السيدات او الشباب، يعني عندهم سواء في معداتهم اللي بيستخدموها، سواء في الافكار، سواء في الاطلاع عليهم، اطلاعهم على مجال التصوير او كعلم الفنون بصوره عامه. فوصلنا الى ايش الشيء اللي الساحه الان او على المستوى الصعيد العالمي، ايش الشيء اللي ما الى الان المصور السعودي تعامل معه بصوره مباشره. طبعا من اهم الاشياء هذه اللي هي الكونسبشوال ارت او الفن المفاهيمي. طبعا الفن المفاهيمي هذا علم يندرج تحته اي نوع من انواع الفنون، يعني ممكن يكون في فن مفاهيمي في الفنون التشكيليه، في التصوير الفوتوغرافي، في المسرح، في الفيديو، في اي نوع من انواع الفنون ممكن يكون في الكونسبشوال ارت. وبما انه الجائزه جائزة بابريز جميل بتتكلم عن التصوير، فحبينا نعمل التصوير الكونسبشوال ارت يتبع التصوير الفوتوغرافي. وبما انه الموضوع انا ما هقول صعب، خلاص احنا هنتطرق للموضوع، هو مو صعب، ولكن عشان نقول كونسبشوال ارت او كونسبشوال فوتوغرافي، في كثيرين هيخاف يقول لك انا ما اعرف ايش الكونسبشوال وكذا. كلنا شغالين في ايش؟ في الكونسبشوال، بس ما احنا حاسين، وهي مساله نسبيه وهنشرحها الان. فكان لازم علينا انه احنا نعمل ورشه زي اللي احنا فيها اليوم عشان نعرف المصورين عن الفن المفاهيمي عموما، وبعدين كيف نخش او ناخذ معانا الفن المفاهيمي ونوصل به الى التصوير الفوتوغرافي وننتج به عمل. اول ما يشوفه ناقد محترف يقول لك هذا كونسبشوال فوتوغرافي، هذا يندرج تحت الكونتمبرري ارت او الفنون المعاصره. انا كنت بسالهم داخلين وهم بيسجلوا اسماء، كنت بسالهم سجلت المسابقه؟ يقول لي لا ما سجلت المسابقه. طب ليه ما سجلت المسابقه؟ اول حاجه اشوف الموضوع ايش، مفاهيميه، وبعدين اسجل في المسابقه. يعني نوع من التخوف وعدم الوضوح لمعنى المفاهيميه. فهو اللي كان تجمعنا نشرح المفاهيم. هي المفاهيمية شيء جديد في عالم الفن؟ لا، ما هي شيء جديد في عالم الفن. المفاهيمية بدأت من نهاية الخمسينات، يعني ما هي أمر جديد ودخل أو مفهوم، والآن بدأ يظهر على الساحة التشكيلية والفوتوغرافية والفنية السعودية بشكل كبير. لكن هل هو جديد؟ لا، هو بدأ في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، بدأ هذا الفن المفاهيمي، وبدأ الناس في أمريكا وأوروبا يشتغلوا على هذا المجال. وحتى هنا في المملكه العربيه السعوديه كفن مفاهيمي، بغض النظر عن كونه تصوير او تشكيل او الى اخره، حتى هنا في المملكه العربيه السعوديه لو رجعنا الى تشكيلي مثلا استاذ
الشيوخون بيشتغل في المفاهيمية منذ القدم، يعني بدأ فيها من القديم وكان لي أعمال كثيرة في هذا المجال. فنبغى نبذة عن المفاهيمية. أنا قبل ما أبدأ عن النبذة يعني اعترضتني كده جملة قرأتها قبل كم يوم واحنا بنجهز للورشة. كاتب مقال في جريدة، كاتب عن المفاهيمية، المنشط على سما يقولوا تبع المقال المفاهيمية مدرسة الفوضى غير الخلاقة في ساحة الفن التشكيلي. طبعا الكاتب يعتبر أن المفاهيمية هي شيء غير خلاق، وبالتالي أي شخص سواء كان فوتوغرافي أو تشكيلي أو هذا هيعتبر أنه هذا شيء مفهوم. بل إحنا بدأنا بس في إيش؟ في هذا، ما بالك في حواشي الموضوع. فكان واجب بعد ما قريت هذا بعد ما قريت هذا المنشط كان يعني واجب علينا الآن سواء في مسابقة أو جائزة أو ما في، لابد إن إحنا نوضح هذا الموضوع. إيش هو الفن المفاهيمي؟ الفن المفاهيمي قبل ما نعرفه أحد مؤسسين الفن المفاهيمي في العالم قال كل الفنون أساسها مفهوم. يعني قبل ما يخترعوا أو يعرفوا أو يثبتوا مصطلح الفن المفاهيمي، خلاص الفنان هو أصلاً هو بيسوي أبسط عمل. لو اتكلمنا من ناحية التصوير الفوتوغرافي، لو أنت ماشي وشفت طفلة جالسة صغيرة ما هي عاملة أي عمل، بس إن هي جالسة مبتسمة، مجرد إنه أنت أعجبت بمنظرها وصورتها كبورتريه، هذا في حد ذاته أنت تكون عندك مفهوم إن أنت تبغى تصور لسبب ما، أنت عجبتك بسمتها، عجبتك جلستها، ولكن المفهوم هذا مفهوم يخصك أنت، ما هي قضية أنت بتعالجها على مستوى اجتماعي أو مجتمع أو مشكلة. فهو في النهاية أنت ما صورت، ما أخذت الشوت هذا إلا وأنت في شيء عجبك، فإذا هذا هو إيش؟ مفهوم. حتى الرسام اللي كان بيرسم الثورات الحروب، هو ليس هو عشان يشرح حالة، اللي بيرسم اللي بيصور العماير خلاص هو معجب بالعمران بالبناء الهندسي بالمعمار بكيفما كان، بس ولكن هي مسألة نسبية موجودة. بدأت تتطور، بدأ الاهتمام يزيد من كون المصور او الرسام او الفنان بيعبر داخليا بطريقه غير مباشره، هو مدرك انه هو بيصور. كلنا ما بنشتغل اي عمل الا ليه بسبب. حتى الشخص اللي بيعمل سياره، اللي بيصنع السياره، الشخص اللي بيشتغل على قطعه خشب، الشخص اللي بيكتب مقال، خلاص كل هذا اساسه المفهوم. طيب وصلوا الافكار هذه بدات توصل عند الفنانين اللي هم تعب بيرسم بورتري او بيصور بورتري او بيشتغل في اشياء تحس انه لسه في طاقه، انا لسه ابغى اقول، لسه ابغى اعمل، عشان يقول معناته بدا يشغل خياله، بدا يستحدث يتعايش مع المجتمع ويشوف ايش في مشاكل، مش لازم بس مشاكل، يشوف ايش في قضايا، ايش في مواضيع ايجابيه او سلبيه، ويحاول يكون شريك في سرد هذا الموضوع. يعني يركز على سرد الموضوع، مو نقول عليه مصور والله واخذ الصوره خلاص الفوكس حقها تمام ولا زاويتها تمام ولا وقت تصويرها تمام، لا هو كان يبغى يشرح موضوع بغض النظر عن التقنيه اللي هو مستخدمه. في زي ما قالت الاستاذه نجلاء في اواخر في 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 في, في, في اوساط الستينيات حصل معرض في المانيا اسمه كونسبت في عام 1964، حصل معرض اسمه كونسبت. كونسبت يعني ايش؟ مفهوم، يعني ما كان ها ايوه مفهوم او فكره. فاتعمل المعرض هذا، وكان المعرض في جوزيف كازوس، هذا يعتبر مؤسس المفاهيميه خلاص،
وعمل المعرض، وبعد لما طلعت المفاهيمية سموه الفن المفاهيمي استنادا الى المعرض اللي هو سماه اللي كان باسم ايش؟ كونسبت، وصار بعد كده اسمه كونسبتشوال. في 64 65 جاء، احنا بنتكلم في الستينيات، احنا ما بنتكلم في، تخيلوا بقى من الستينيات والكونسبت كونسبتشوال ارت موجود يعني مش دحين، اوكي؟ حتى نقول عليه فن جديد او فن. في 65 طلع شيء اسمه ارت كولونيا. ارت كولونيا هو حدث فني يقام من سنه 65 ويعنى فقط بالاعمال المفاهيميه، وهو يعتبر اكبر حدث الان خلاص، سواء تشكيلي فوتوغرافي ده، بس كل اللي بيعرض فيه كونسبشوال ارت، اوكي؟ واستمر طبعا هذا الين سنه 69 جاء صاحبنا جوزيف مره ثانيه وعمل العمل اللي هو حط اطار وقال لهم اهو انا معطيكم عمل مفاهيمي، وسماها غرفه المعلومات. ايش سوى؟ راح جاب مكتبين حطهم، وحط فوقهم كتب وبحوث وابحاث علميه وابحاث عن مختلف الاشياء، ومن ضمنها ابحاث حقته، وحط حوالينها كرسي شويه كراسي وسام، وجاب الناس تتفرج. في ديك يعني في ديك الفتره اي احد يخشها يشوف ماسطين وعليها شويه كتب وكراسي يعدي من جنبه وما يعتبرها. هو كان يبغى يشرح قضيه وموضوع القراءه، فحط كتب كثير مرتفعه خلاص مرتبه فوق، شفتوا العلماء كيف يحطوا الكتب خلاص، وحطها وخلاك تخلى المتلقي يتفاعل بحيث انه ياخذ له واحد من الابحاث هذه يفكها ويتصفحها. كونه استدرك المتلقي وخلاه يجلس مع انه هو حرك في شيء، فكانت بعيده عن كل مجالات يعني مجال الفنون اللي احنا عارفينه، سواء فن تشكيلي يعني ما هي لوحه، ما هي اعمال فيها خامات، ما فيها استعراض لحرفه الفنان، او كتصوير فوتوغرافي ما فيها حرفه انه انا بصور بورتريه وبركز على شغلات معينه او على حاله معينه او على قوه تقنيه معينه، لا، هو كان كل موضوع انه انا عندي ما صور عليها شويه كتب. من بعدها بدات عمليه التحرر، اصبح الفنان مو مهم عنده التقنيه، يعني اصبح اركز على المفهوم فقط لا غير، والغي خلاص تماما مساله الجماليه في العمل. طبعا الجماليه في العمل بتيجي من حرفه الشخص، يعني اذا كان مصور فوتوغرافي معناته الرجل هذا فاهم اساسيات التصوير وفاهم ايش بيسوي، فبالتالي هينتج صوره خلاص مثاليه تقنيا، يعني ما اقدر اعيب فيها، ما اقدر والله واخذها في الظهر واخذها في وقت في الصباح ولا في المساء، الفوكس مش عارف ايش، خط الافق ده مصورين معايا انتم في الموضوع ده ولا حد نايم، مظبوط؟ يعني هذه كلها عيوب خلاص موجوده. يجي المصور المفاهيمي يلغي كل الشغلات، يقول لك انا ابغاها كده، بشرط انه هو ايش يبغى؟ انه هو قاصدها، عنده مفهوم. ايوه عنده مفهوم. فاذا احنا هنلغي كل الجماليات ونتكلم على مفهوم. طب المفهوم هذا ناتج عن ثقافه، انا عشان اتكلم في مفهوم لازم اكون مثقف، يعني لازم اكون عايش اوضاع بلدي، عايش الحاله، عايش يعني ايش حزن، يعني ايش فرح، يعني ايش ناس، يعني ايش مشاركه، يعني ايش قراءه، يعني ايش فن، يعني ايش تكنولوجي، اشياء كثيره. وابدا اشوف انا اتاثر بايش او ايش الشيء اللي اثر فيا، واحاول اطرحه للمجتمع كطرح، أو احاول اطرحه وايش واعالجه اذا كانت ايش، اذا كانت مشكله، واذا كانت ميزه احاول اطرحه وايش واشجعه على انه يكون شيء. طبعا المفاهيمية اول ما بدات ما بدات تعرض في الجاليريز او في الاماكن اللي هي الخاص الهدف منها تبادلها او شرائها او التعامل معها بصوره زي اعمال اللي فيها جماليات، كانت مهمتها ان هي تعرض عشان اعرض منها مفهوم وبعد كده تنشال. يعني حتى ممكن كان صاحبها ما يقنع، يعني ممكن انا اجيب بلغه التشكيليين بعيد عن الفوتوغرافيين، اجيب شويه علب بيبسي وارصها في ركن بطريقه معينه واشرح من خلالها قضيه وتنعرض في معرض
خلاص ويشوفوها الناس وده، وبعد كده تنشال وانتهينا. تيجي كانت النقطة من الشخص اللي القادر على انه يجيب البيان او الفكرة المطلوبة ويستطيع توظيف العناصر اللي هيستخدمها في العمل، بحيث من يوم ما اشوف العناصر اللي موجودة في العمل واقرأ البيان، وهنرجع لايش هو البيان، خلاص اقول الفنان هذا اجاد انه عرف يوصل بالقضية من خلال عمله، وافهم من خلالها مثلا المعاناة، الغضب، الفقر، كل الكلام المأساوي، خلينا الحب، التعاون، الإسلام، الصناعة، التكنولوجيا، أي شيء من الأشياء هذه من خلال. فأصبح الفنان الذكي مو اللي يصنع كويس، إنما اللي يحاول يوجد عناصر بطريقة بسيطة توصل للعب. فإذا الفن المفاهيمي هو إيش؟ مفهوم مختزل منه كل العناصر الجمالية. يعني ما عاد نبغى أقول عليه حريف، وهذا كان الأستاذ سعود بيقول ممكن يجيك واحد ويصور لك صورة مهزوزة ومشوشة وفيها وده، ونحتسبها أنه هي تصوير مفهومي، لأنه الشخص هذا يقصد ما هو. يعني التشويش هذا يعتبر عنصر من العناصر اللي تدعم إيش الفكرة، أو أني أجي في وقت الشمس في عز الظهر وأصور إيش العمل، وقد يكون الموضوع يفترض أنه يصور بطريقة تانية، ولكن المصور يقصد انه هذا الوقت هو يبغى مو ايش مو عبثي. طيب يعني تألف في المفاهيم اعتقد وضحت الصوره، ان المفاهيميه بتعتمد على عده اتجاهات. اللوحه العاديه كانت او الصوره العاديه بتعتمد على صوره في حد ذاتها تشرح نفسها، صوره جميله، الله بنت، الله بورتريه الى اخره، النحت تدور حوالين مجسم الى اخره، تتفرجي من جهات الثلاثه، شوف التجسيم التشكيل. في المفاهيم لا، في المفاهيم بالاضافه الى ان انا بشوف حاجه، انا بشوف بعد رابع فيها، بشوف فكره الفنان او فكره المصور او فكره الطرح. قد يكون المفاهيميه ليست في صوره فقط، ولا في يعني ممكن يتفرج مسلسل او فيلم او حاجه، هذا في حد ذاته مفاهيمي، طالما انه هذا الشخص اللي عرض لي بيقدم لي فيه مفهوم. من ضمن الاشياء اللي قراتها الجميله بيقول لك الورده، زمان لما تبغى احد يعطينا ورده ولا تمثل لنا ذكرى بنلسها في الكتاب ونقفل عليها، هذا عمل مفاهيمي. اني انا جففت الورده، هذا عمل مفاهيمي. بس ما هو مفاهيمي تشكيلي ولا فوتوغرافي، انا جمدت الحدث ذاته. عشان كذا يقول لك مفهوم. لما اجي اشوف الورده مره ثانيه، انا بسترجع كل العناصر بالذكريات بكل ما يحيط فيها، اذا انا استدعيت كل هذه الاشياء بمجرد مشاهدتي لها، اذا هي في حد ذاتي عمل.